كنا تنشوف بين المنتخب الوطني المغربي بالاسماء الوازنه اللي موجوده والروح العائليه والقتاليه، وكذلك تا حمل القميص الوطني المغربي من طرف اللاعبين المحليين. فرحت كثير بوجود اللاعبين رغم ازدياد ديالهم خارج الوطن، فهما الوالدين ديالهم زرعوا فيهم هذاك الحب ديال الوطن وهذاك. ولكن الحمد لله على ان السير رئيس وزير قجع دار اختيار صائب، دار واحد المجموعه ديال الاخوان اللي هما شباب الله رشيد. وتنظن بعد الانجاز تنظن صافي لقيتها دابا باش ان شاء الله الانسان يفكر في المستقبل ويفكر في لافونير ويشوفوا هاد اللاعبين علاش قادرين ان شاء الله باش اننا نقدروا نحققوا الانجاز الاهم بالنسبه لنا هو الفوز بكاس افريقيا. تنظن ما غايجيش الا بالعمل والاجتهاد في العمل والجهد المتواصل لدوك اللاعبين، عندنا الثقه فيهم ان شاء الله قادرين ان شاء الله يجيبوا لنا هاد المجموعه من اللاعبين قادرين انه يجيبوا لنا ان شاء الله هاد كاس افريقيا المقبل ان شاء الله. شيء عادي في كرة القدم داكشي اللي وقع، شيء ما فيه حتى شي اشكال، بالعكس هذاك اخلاص وحب، وهذيك اللقطة ضحكنا عليها بالليل انا ووليد. ودونك حنايا اهم حاجة هي المغرب، فانا تنقوم بالعمل ديالي باش انني تكون المصلحة العامة تطغى على المصلحة الخاصة. اخر النية النية دير النية وديما النية، تنظن ان النية ديالنا بالوصول ديالنا للمنتخب ذاك التوقيت كان علينا اننا نديروا النيه ونشتغلوا، واش تنظن بان النيه والعمل والاجتهاد في العمل هذه كلها اشياء تتساهم في النجاح وفي تطوير المردود ديال الشخص. تنظن اننا كانت عندنا النيه كاملين المغاربه باننا نحققوا نتائج طيبه، الحمد لله ربي ما حشمناش، شكرا لكم. تنظن ان الاستقبال الملكي شيء يرفع يعني يرفع لنا الراس ديالنا في 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 بالنسبه للعالم، انه تيجي اللاعب المغربي تيجي من بطولات العالم وتيبقى ذاك الحشد في الاستقبال ديالو، وكذلك جلاله الملك اللي استقبلك في القصر الملكي شيء ما عمرنا نساو حياتنا كامله. فخورين بلقائنا مع جلاله الملك، ونتمنى من الله ان شاء الله اننا نستقبل ان شاء الله بالفوز ونفوزوا بكاس افريقيا ان شاء الله. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.